مرحبا مواليد برج الأسد، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 26 للأحد 26 أيلول سبتمبر للأحد 2 أكتوبر؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا أسبوع أنا بعتبره أسبوع جيد بالنسبة لكم، في حركة كتير كبيرة، أشياء كتير رائعة مكافئة لكم، وهنالك دعم واضح هلا تشوفوا، وفي ايام يومين رائعين بالنسبة لكم. شوفي عنا اهم حدث هالاسبوع، انه كوكب الزهرة بينتقل للبيت الثالث يوم الخميس لبرج الميزان، وبيصير في عندكم نوع من ورود توصل لعندكم اخبار سارة. المفروض خلونا نشوف على كل الاثنين والثلاثة 26 27 أيلول سبتمبر القمر موجود ببرج الميزان، يعني البيت الثالث، يعني في عنا حركة كتير كبيرة. مواليد برج الأسد يمكن تعتبروا من الأشخاص الأكثر ديناميكية والأكثر قدرة على تحريك الأمور، أجواء جيدة رائعة بترافقكم، هنالك انفراج كتير كبير مع احتمال أنه يكون في نوع من فرحة، ولأنه أمر جديد معناتها في شيء جديد عم يخلق. يمكن البعض يمكن عم يشتري سيارة، البعض عم بيسافر، عم يشتري تيكت، البعض ناطر خبر بيوصل الخبر، فإذا هنالك تطور لمسألة عم يشغل عليها. عم بحكي عن مسألة مهمة، مش عم بحكي عن شيء ما بسيط، لأنه في قمر جديد ببرج الميزان مرة واحدة بالسنة بيكون. بس كان يومين في عجقة كتير. الأربعاء والخميس القمر بيروح لبرج العقرب، بيصير في نوع من بعض الضغوط، بتحسوا بتعب عجقة الاثنين والثلاثة، لكن الجو مش بالضرورة يكون سلبي، في احتمال انه يكون في تعب جسدي، هذا معقول، لكن الجو بيكمل جيد وما في سبب لحتى تكونوا مزعوجين او متضايقين. فمواليد برج الأسد الأجواء عندكم تدعو للاهتمام بحالكم، بصحتكم، بجوكم العائلي، بجوكم الصحي، ليش لا؟ ويمكن يكون في زيارة لكم انتم رايحين او حدا جاي لعندكم، لانه هو البيت الرابع، في شعور ببعض القلق لمسألة ما، يمكن مع احد الاخوة. الجمعة والسبت، الجمعة 30، السبت 1 أكتوبر، القمر بيكون ببرج القوس، وهدول هن اليومين عم بقول عنهم إنه هن أفضل يومين في هذا الأسبوع، أفضل يومين، هن يومين كتير حلوين، القمر ببرج القوس يعني عامل مثلث مع برجكم من البيت الخامس، يعني بدكم تقولوا إنه في عندكم فرحة، فرحة كتير كبيرة، فرحة عاطفية، فرحة مدرسية، جامعية، يمكن يكون عندكم فرحة مهنية، اشتغلتوا منيح، اشتغلتوا كتير، هنالك حل أو جواب بيكون مكافأة لجهودكم. هيدي بتكونوا ودعتوا هيك شهر سبتمبر بفرحة أو بارتياح كتير كتير كبير، بطمأنينة وبتم البدكونية، وكذلك يوم السبت 1 أكتوبر. الأحد 2 أكتوبر ابتداء من الساعة 11 إلى 3 صباحا توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج الجدي. لما بيروح القمر لبرج الجدي بتخف نسبة النجاح، بتخف نسبة الحظوظ، بتخف نسبة الفرحة، لكن بتضلها موجودة، بعدكم مدعومين، بعد الأجواء حلوة كتير، بعده تأثير كوكب الشمس من برج الميزان رائع عليكم. بدنا نضيف عليه انه كوكب الزهرة من صباح يوم الخميس صار موجود برج الميزان، فبدكم تبلشوا تعملوا حساب انه خميس جمعة والسبت والأحد مفروض يكون في عندكم انفراج واضح لمسائل مهمة، فاشتغلوا عليها وما تعتلوا هم. المواليد الأكثر حظا فيها تكون مواليد 26 27 تموز يوليو. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو مع الأبراج اليومية، تاخذوا المزيد من التفاصيل. باي باي. بالنسبة لبرج العذراء، مواليد برج العذراء كيف بده يكون هذا الأسبوع من الاثنين 26 سبتمبر للأحد 2 أكتوبر؟ هو أسبوع بالنسبة لكم أنا بعتبره أسبوع جيد، لأنه موقع الشمس هو موقع مهم، هو ببرج الميزان، يعني في عنا نوع من تسهيل معين لأمور عندكم إياها بتصير. فمواليد برج العذراء كل شيء بيصير عندكم في هذا الأسبوع هو تقدم تقدم تقدم. الأسابيع الماضية كانت الشمس ببرجكم، فبالتالي مفروض تكونوا حطيتوا الأسس الهايلايتس
هيدلاينز شو بدكم تعملوا. وهلا انتم مع الشمس ببرج الميزان عم تمشوا قدما لقدام. ببلش الاسبوع طبعا مع القمر ببرج الميزان، يعني تاثيرات القمر الجديد الاثنين والثلاثه معكم زاحفة قوية 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 قوية، عم بتقوي المعنويات، عم بتقوي الطلبات اللي انتم بدكم اياها، كل شيء حاطينه قدامكم الدوني، كل شيء معطيات حابين انها تمشي مفروض تمشي ويمشي الحال. جو انا بعتبره كتير ممتاز، بس بدكم تنتبهوا لشغلتين. اول شيء ما تكونوا شايفين حالكم، يعني بدكم تحافظوا على التواضع اللي عندكم. ثاني شيء انتبهوا للمصاريف، يلي عم يشتغل على مسألة مالية احتمال يكون في دفع وفي قبض، يعني في احتمال انكم تربحوا او تفرحوا. الأربعاء والخميس القمر ببرج العقرب، أنا بعتبر هدول اليومين كتير إيجابية، لأنه القمر موجود ببرج العقرب بشكل أو بعيد عن برجكم 60 درجة. هالبعد هالمسافة بتكون مسافة جيدة مساعدة، على الأقل مش لحال حدا بتطمن عليكم، مثل ما أنتم مثلا تقريبا عندكم شيء رح تعملوه أنتم لحالكم لازم تشتغلوه، لكن بيضل حدا يطلطل عليكم بيطمن عليكم ماشي الحال، بدكم شيء كيف فينا نساعدكم تقولوا لهم لا، لأنه أنتم الوحيدين تقدروا تشتغلوا، لكن في حدا على الأقل بيطمن عليكم بيطلفن لكم يعني شيء من هذا القبيل، فجو مريح جدا. مع احتمال انه يكون في حركة كتيرة من قبلكم، زيارات كتيرة، سفر، توارد افكار، تنقلات، وعجقة ايجابية جدا. الجمعة والسبت، الجمعة 30 والسبت 1 اكتوبر، القمر موجود ببرج القوس في البيت الرابع، بتكتر هون عندكم بعض الامور النفسية اللي بتطلب منكم تكونوا مهتمين اكتر، منتبهين اكتر، ان كان للشغل، بس هو شغل بيسكلي بيتعلق فيكم بعائلتكم ببيتكم باهلكم. في عجقه، انتبهوا ما يكون في مصاريف تضطروا عليها، مصاريف طارئه، فكونوا حذرين، كونوا منتبهين. يمكن بدكم تشتروا شيء، يمكن عندكم فرحه عم تشتروا عم تتبضعوا، فالاجواء مش بالضروره ابدا تكون سلبيه، لكن انتبهوا من المزاجيه. الاحد 2 اكتوبر بعتبره من اجمل ايام هذا الاسبوع، من الايام الحلوه، لانه القمر ببرج الجدي الترابي ابتداء من الساعه 11 الا 3 صباحا توقيت بيروت، هذا معناته انه بتكمل كل التحضيرات، كل شيء عم تشتغلوا عليه، الحلم، الفكره، المشروع يلي كله كان قائم قدامكم، يلي من كل قلبكم حاطين تقلكم فيه، بتزبط الامور وبتتوفقوا فيها وبترتاحوا فيها، ابتداء من الساعه 11 الا 3 صباحا توقيت بيروت، فرحتكم بتكون كتير كتير كبيره ان شاء الله. كوكب الزهره رح يبقى معكم تنين ثلاثة والأربعة، ورح يعطي التأثيرات الممتازة لآخر ثلاثة أيام، ثلاث مواليد ببرج العذراء، فينا نقول 19، 20، 21، و22 سبتمبر. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، بنلتقي مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل، باي باي. بنكمل مع برج الميزان، مواليد برج الميزان كيف بده يكون اسبوعكم من الاثنين 26 سبتمبر للاحد 2 اكتوبر. شو بدي اقول لكم مواليد برج الميزان، هذا اسبوع رائع اكثر من رائع. القمر موجود ببرج الميزان يوم الاثنين والثلاثة، الشمس موجودة ببرج الميزان كل هذا الاسبوع وباقي بكل هذا الاسبوع حتى طبعا شهر اكتوبر اول ثلاث اسابيع. إذا أنتم هلأ موجودين في الوقت المناسب والمكان المناسب، وإذا ما نكون المكان المناسب حان الوقت تعرفوا وين لازم تكونوا لأنه الجو ممتاز. منبلش. الخبر الأجمل في هذا الأسبوع هو انتقال كوكب الزهرة يلي هو كوكبكم لبرجكم صباح يوم الخميس 29 سبتمبر، يعني شيء رائع جدا، رائع جدا جدا جدا. منبلش الاثنين والثلاثة 26، 27 سبتمبر، القمر موجود ببرج الميزان، يعني في عنا قمر موجود حد شمسكم، تأثيرات ولا أروع من هيك، تأثيرات رائعة مهمة جدا جدا جدا. هنالك نوع من تعاطف كتير كبير هائل معكم، أو يمكن ما يكون في تعاطف لكن في اكتفاء بالقوة وبالحظوظ بشكل انه شو ما بدكم فيكم تعملوا، تقلبوا الدنيا فوقانة تحتاني تعملوا اللي بدكم اياه. هون ضرورة مواليد برج الميزان تكونوا اول شيء اذا انتم محتارين بدكم تشيلوا وتحطوا الحيرة على جنب، اذا انتم خايفين
وما عندكم الجرأة بدكم تتجرأوا، حضروا كل شيء منيح، نوعية الوقت ممتازة، إذا ضروري تشتغلوا اشتغلوا، لأنه نوعية الوقت ما في أجمل منها، ما في أجمل منها، فمن ناحية الوقت ما تعتلوا هم. إذا عندكم مسألة مؤخرة تأخرت عليكم وبدكم جواب، تابعوها لأنه بتحصلوا على الجواب اللي بدكم إياه. هدول اليومين هن بمثابة كيف رأس السنة، كيف العالم كله بيحتفل بأول كانون الثاني يناير، بيحتفل بسنة جديدة، انتو هلأ عم تحتفلوا بسنة جديدة بحياتكم. فيها تكون صفحة كبيرة بسنة 2022. الأربعاء والخميس القمر بيروح لبرج العقرب البيت الثاني، بيت الثاني بيت المال، ففي احتمال انه بلشوا تفكروا، تعتلوا هم مصاريف، تعتلوا هم مدخول، تعتلوا هم شو بدكم تعملوا، المشروع اذا ظابط اذا مش ظابط، اذا بده اهتمام اكثر، اذا بده دقه اكثر، فاين تيونينج، ليش لا؟ يمكن يكونوا ناطرين جواب لمساله ماليه او جواب لمساله اجتماعيه او يمكن مهنيه او اكاديميه. إذا اشتغلتوا مزبوط تحصلوا على الجواب. الخميس بيكون كوكب الزهرة صار ببرجكم، فأول مواليد برج الميزان المفروض يكون عندها أكيد في عندها خبر صار. الجمعة والسبت القمر ببرج القوس البيت الثالث، ما حدا بيقدر يهدي مواليد برج الميزان، من أجمل الأيام وأكثر الأيام نشاطا وحركة، طايرين طايرين طايرين، يلي بيرسم يلي بيكتب يلي بيتحرك يلي بيسافر يلي بيترجم، كله رائع رائع، لأنه القمر البيت الثالث عم بيحرك كل شيء عندكم، مهارات وقدرات، حتى لو قاعدين ما عندكم شيء تعملوه رح تلاقوا حالكم إنه عم تعملوا شيء، عم تخترعوا شيء، عم بتزيدوا مهارة وقدرة على قدراتكم ومهاراتكم، رائع. يمكن تتعبوا حالكم شوي زيادة فانتبهوا. الأحد 2 أكتوبر ابتداء من الساعة 11 إلى 3 صباحا توقيت بيروت، القمر وين بيروح؟ بيروح 11 إلى 3 صباحا توقيت بيروت، بيروح لبرج الجديل البيت الرابع. هون بتحس حالها مواليد برج الميزان إنه أف تعبت، صار لها من التنين عم تركض تركض تركض، بيجي يوم الأحد تحسوا لا، حان الوقت لترتاحوا، معكم حق، حان الوقت لترتاحوا. القمر ببرج الجدي بيقول لكم أوكي، ركضتوا كثير، سعيتوا كثير، حان الوقت لتهتموا ببيتكم، بحالكم، بصحتكم، تشوفوا بيتكم شو بده، إذا ناقصوا شيء تشتغلوا على هذه الأمور. فمواليد برج الميزان هنالك بعض الأمور يلي بتطلب منكم أنكم تكونوا واعيين شوي أكثر. الجو ليس سلبيا، صحيح بمربع القمر مع برجكم من برج الجدي، لكن فيها تكون هالتوترات هي نوع من قلق فقط لأنه في احتفال أو في حدث مهم. جميع الأحوال ضلكم منتبهين، كلكم محظوظين بشكل خاص 22 ل 27 سبتمبر ابتداء من يوم الخميس. بتمنى لكم أسبوع حلو، نلتقي مع الأبراج اليومي للمزيد من التفاصيل. باي باي. منروح لبرج العقرب، مواليد برج العقرب كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 26 سبتمبر للاحد 2 اكتوبر. شو في عندنا في هذا الاسبوع مواليد برج العقرب؟ انتم بتعرفوا انه الشمس موجوده او وجودها في برج الميزان هو وجود متعب ومهدئ للامور، مش للاعصاب، مهدئ للامور، كل شيء بيهدى وبيصير بستاند باي، وانا حكي عن الموضوع بالابراج الشهريه. المهم هذا الاسبوع في نهارين بدكم تستفيدوا منه للماكسيموم لما القمر بيكون ببرجكم، وبقية الأيام ما قبل وما بعد بتكون متعبة وبدها متابعة. منشوف التنين والتلاتة 26 27 سبتمبر القمر وين موجود؟ القمر موجود ببرج الميزان. لما القمر بيكون ببرج الميزان الأجواء هادي ستاند باي، وإذا عم تمشي يا دوب يا دوب يا دوب، مثل اللي ماشي على تابيرولا، ماشي على التريدميل، على هيدي الماشين عم تعملوا اكسرسايز او عم تمشوا بمحلكم، عم بتدوروا بمحلكم، بتبرموا بتبرموا بترجعوا لنفس النقطة، هذا إذا برمت أصلا. والشمس كمان موجودة نفس النقطة، فالتنين والتلاتة تأثير مضاعف من القمر ومن الشمس، الأجواء عندكم بطيئة جدا، الأجواء هادية جدا، الأجواء ما فيها جواب، الأجواء مثقلة بالتأخير وببعض العقبات، هيدي أسوأ الأمور. لكن طبعا أمور صحية بدكم تنتبهوا لها، أمور غير صحية كمان بدكم تنتبهوا لها، تأخير، التباس، بتنسوا غراض، بينتزع عندكم بعض الامور، بعض الاعطال، فكونوا جدا 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 حذرين، انتبهوا.
تأخير بالموعد، تأخير عش تسير، ما تخترعوا شيء، تابعوني بالأبراج اليومية. الأربعاء والخميس القمر بيكون ببرجكم، هون تتنفسوا السعداء، هون بتتغير الأمور، هون بتفرحوا فرحتكم كتير كبيرة نسبيا مقارنة مع التنين والتلاتة، الإيجابيات جيدة جدا، هون في احتمال أنه يرجع يبرم دولاب الحياة بشكل كافي لحتى أنتم فعلا تقدروا تخلصوا أي شغل بعده ناطر أو مؤخر، أو يمكن حتى تبلشوا شيء جديد. يعني إذا بدكم جواب بهذا الأسبوع، إذا عندكم عمل مهم بهذا الأسبوع، ضروري يكونوا أربعة أو خميس. الجمعة والسبت، الجمعة 30، السبت 1 أكتوبر، القمر بيكون ببرج القوس بالبيت الثاني، البيت الثاني الشمس موجودة ببيت رقم 12، بدكم تنتبهوا للأموال، تنتبهوا لحدا يحتال عليكم، أنتم تضيعوا الأغراض بطريقة بالغلط، أو يمكن حتى تكون نفسيتكم كتير سهياني، فبدكم تكونوا حذرين، بدكم تنتبهوا أيضا من المصروف بسبب أعطال أو بسبب أمور مختلفة. يلي عنده شغل بده ينتبه على نوعية شغله، يلي عنده درس امتحانات كمان، فضلوا أصلا كل شيء، والشمس موجودة ببرج الميزان، كل شيء بدكم تفتحوا عينيكم عليه، كل شيء ورقة ما بتقدموها ما بتمضوها قبل ما ترجعوا تعيدوها مرة ومرتين أو تسألوا وتتصلوا بتاخذوا الجواب اليقين. الأحد 2 أكتوبر شوي أفضل، ابتداء من الساعة 11 إلى 3 صباحا توقيت بيروت، لأنه القمر ببرج الجدي، هون بترجعوا نوعا ما نوعا ما بتفيقوا، بتصحوا بتصحصحوا، وعقلكم بصير يبرم شوي أكثر مثلا، لكن ما معناتها انه فيكم تقولوا شو ما كان او فيكم يلا شو ما كان بيزبط، لا، لانه يمكن على العجقه معقول اللي عم تشتغلوه ما يطلع صحيح او دقيق 100%، او الناس يمكن تفهمكم غلط، فكونوا كمان حذرين، انتبهوا بسواقتكم وانتبهوا بامتحاناتكم وبكل برزنتيشنز عم بتقدموها لما يكون فيها شويه غلط ويكون في التباسات. هيدا كان الاسبوع، كونوا حذرين أكثر شيء 10 و11 نوفمبر. نلتقي مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.